بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة سمارت إدوكيشن، معكم المهندس معاذ سعد المتخصص في شبكات الإنترنت. واليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن موضوع بسيط، وهو كيفية إنشاء ملف أو مجلد على سطح المكتب. لإنشاء مجلد أو ملف على سطح المكتب نقوم بالضغط على الزر الأيمن للماوس، فتظهر أمامي قائمة كما نرى. نختار من هذه القائمة كلمة نيو، ثم تظهر لنا قائمة منبثقة أخرى فيها أنواع من الملفات. يمكن أن نقوم بعمل أي ملف من هذه الملفات. أولا نجد كلمة فولدر، وهو إنشاء أي إنشاء مجلد، والمجلد يحتوي على عدة ملفات. ثانيا نجد كلمة استراكت أي اختصار، بعدها نجد مايكروسوفت أكسس وهو ملف مايكروسوفت، ثم نجد بعدها إضافة صورة أو كونتاكت أي جهة اتصال، أو مايكروسوفت وورد دوكمنت أي إنشاء ملف كتابة، ونجد بعد ذلك أيضا مايكروسوفت باوربوينت بريزنتيشن، يمكن إنشاء ملف بريزنتيشن مايكروسوفت، أو مايكروسوفت بابليشر دوكمنت، وكذلك يمكن إنشاء ملف مضغوط، كذلك يمكن إنشاء تكست دوكمنت أي نص مكتوب، وكذلك يمكن إنشاء مايكروسوفت إكسل وركشيت وهو عمل شيت لي ملف معين به أرقام أو أسماء أو ما أريد أن أعمله. فسوف نختار إضافة أو إنشاء مجلد كلمة فولدر، نضغط على كلمة فولدر فتظهر أمامنا، هنا يظهر أمامنا المجلد فولدر، وهنا يمكن كتابة عنوان هذا المجلد. يمكن كتابة عنوان هذا المجلد باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية كما تحب أن تكتب. قم مثلا بتسمية هذا المجلد، إذا أردت تسميته باللغة العربية فأضغط Alt مع Shift، ثم أقوم بكتابة اسم هذا المجلد، ونفترض مثلا أن نسميه أحمد هكذا، ثم أضغط على مفتاح Enter. هكذا تم إنشاء هذا المجلد. بعد إنشاء هذا المجلد نقوم بالضغط عليه مرتين، كليك شمال هكذا، هذا المجلد فارغ من الداخل، This folder is empty يعني فارغ. يمكن إضافة بعض الملفات داخل هذا المجلد، فأختار أي ملف وأقوم بسحبه هكذا إلى هذا الفولدر فينتقل إلى الفولدر. هكذا أكون قد قمت بإنشاء مجلد على سطح المكتب. هذه هي الحلقة الأولى من دروس في الحاسب الآلي والشبكات. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة للمزيد من هذه الفيديوهات. يرجى متابعتنا، سننشر بإذن الله تعالى فيديو يوميا عن خصائص وأسرار جهاز الحاسب الآلي، فتابعونا ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.